الكرام في حلقة جديدة من برنامج تحت الطابع. في حلقة اليوم نتناول أهم العناوين الصادرة في العدد الجديد لمجلة الإذاعة والتلفزيون، ويشرفنا للتعليق والتحليل والدراسة الأستاذ محمود مطر، نائب رئيس تحرير مجلة. أستاذ محمود، أهلا بحضرتك يا فندم في حلقة اليوم. أهلا بك يا أستاذ شايف. نستهل جولتنا من العدد الجديد للمجلة من الصفحة 12 ونطالع منها ملفا مكون من 14 صفحة حول محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة أو تنظيم الإخوان. ونقرأ: مرسي وجماعته في القفص رغم اعتراف الجميع بكفاءة الداخلية وجهدها الاحترافي، الخطأ الأمني الوحيد في محاكمة مرسي. أول ليلة للمعزول في برج العرب، ارتدى الملابس البيضاء وطلب غداء خفيفا عبارة عن زبادي وجبن، وظل يردد: أنا الرئيس الشرعي للبلاد، ولم يبتسم لأحد. يعني نبدأ يعني عنوان عنوان أو منشط منشط، ونبتدي الأول: مرسي وجماعته في القفص رغم اعتراف الجميع بالكفاءة الداخلية وجهدها الاحترافي. أولا، يعني كيف تناولت مجلة الإذاعة والتلفزيون هذه المحاكمة؟ طبعا هذا حدث تاريخي ولحظات لا تتكرر يعني في تاريخ الأمم. اتصور انه مصر تنفرد وحدها دون سائر بلاد العالم انها الدوله الوحيده التي تحاكم رئيسين في وقت واحد، يعني كلنا في اقل من ثلاث ساعات. ويعني ما زالت المحاكمه لكلا الاثنين موجوده وفي نفس المكان. هذه مفارقه، وهذا يعني نوع، انا اتصور نوع من التفرد تنفرد به مصر نتيجة طبعا ثورة يناير العظيمة وموجتها الثانية في 30 يونيو. يعني ثورة يناير ثورة كبيرة وعظيمة جدا افرزت هذا الذي نشاهده، انه الشعب الذي كان يعني يؤله رئيسه وفرعونه اصبح يحاكم رئيسين في وقت واحد. كلنا شفنا على مدار السنوات الماضية في معظم في اي دولة يحاكم فيها الرئيس يحاكم رئيس، انما رئيسان دي حاجة جديدة جدا. دون امرأة المجلة طبعا طبيعي جدا ان احنا يعني نفرد هذا الملف المستفيض لهذه المحاكمة، وطبعا احنا عملنا موضوعات لها رؤية مختلفة. طبعا كل الناس فعلا اشادت بالجهد الامني الكبير في محاكمة مرسي، لكن طبعا احنا رأينا ان هذا الجهد كان ناقصا، وان المسألة كانت تحتاج الى ما هو اكثر من ذلك، لانه الحقيقه مساله انك تجمع 14 او 15 متهمين، طبعا هم فيهم سبعه هاربين، فتجمع سبعه متهمين او ثمانيه متهمين في قفص واحد في 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 قضيه كبيره، ولديهم يعني طبعا ارتباطات، ولديهم طبعا هم ويلتقون لاول مره، هذا خطا امني. لانه في هذا النوع من المحاكمات في المعايير العالميه في الدول المتقدمه بيكون كل واحد محاط في القفص بزجاج من نوع معين يعزل الصوت، وفي تكنولوجيا معينه بيبقى متصل برئيس المحكمه، يا رئيس المحكمه حينما يريد ان يسمعه يضغط على زر فالثاني او المتهم يجيبه بما يسأله عنه رئيس المحكمة، ولا يسمع الآخرون الموجودون في أقفاص أيضا زجاجية. يعني الأقفاص الزجاجية دي في مثل هذه المحاكمات دي موجودة في دول العالم المتقدمة. طبعا يعني هذه يعني رؤية قدمتها المجلة للداخلية، عسى أن تستخدمها في المرات المقبلة في هذه المحاكمة. نعم. طب يعني كيف يعني رصدت المجلة قضاء على المعزول لأول يوم في سجن برج العرب، ولماذا تم اختيار سجن برج العرب حتى يكون فيه المعزول؟ أولا هو الرئيس السابق محمد مرسي كان طبيعيا يبدو يعني كان طبيعيا قبل المحاكمة، لكن من مصادر أمنية عرفنا أنه كان متوترا حينما جاء به ليركب الطائرة، وقعد نص ساعة يصرخ ولا يريد أن يركب الطائرة التي ستقله إلى أكاديمية الشرطة قبل أن تبدأ المحاكمة. في بعد المحاكمة مرسي حينما التقى بأصدقائي من جماعة الإخوان هدأ قليلا وبقى يتعامل بشكل طبيعي، لكن بعد ما انتهت المحاكمة وتم قرار ترحيله إلى سجن برج العرب بدأ التوتر يعود إليه من جديد،
وفي برج العرب طبعا زاد التوتر وكان غاضبا، كان كل من يلتقي يعني كل ما يلتقي باي حد يقول له انا الرئيس الشرعي انا الرئيس الشرعي، تكررت كثيرا هذه الكلمه ايضا في برج العرب. وهو وضع في غرفتين بعيدا عن المساجين الجنائيين بحوالي 2 او 3 كيلو، يعني حاجه ملحقه ايضا بسجن برج العرب. و يعني قيل يعني هناك تعليمات بمعاملته معامله جيده. برج العرب طبعا تم اختياره لترحيل مرسي اليه لانه هذا السجن هو السجن الوحيد الذي لم يتم اقتحامه في 28 يناير بعد ثوره يناير المجيده. السجن الوحيد في مصر الذي لم يستطع المقتحمون على مدى 8 ساعات ان يقتحموه هو سجن برج العرب لشده تحصيله وموقعه. فطبعا هو اعتقد يعني انه تم اختيار هذا السجن انه الاكثر تامينا والاكثر انه يكون عصيا على مساله اقتحامه بعد ما تواترت انباء انه الاخوان يرتبوا مثل هذا الامر يعني. نعم، انا انتقل الى الصفحه 7 من مجله الاذاعه والتلفزيون في عددها الجديد ونطالع منها تقريرا حول دراسه اعدها الدكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي التي توضح الموقف الحالي لحكومه الببلاوي بعد مرور 100 يوم. ونقرا: دراسه جديده تكشف حكومة الببلاوي في 100 يوم ليست فاشلة. يعني نعرف يعني أكثر معلومات أكثر حول هذا التقرير. هو طبعا الدكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي المعروف، وهذا الرجل يعني يتميز بأنه يبسط علم الاقتصاد لنا. رغم مآخذه كثيرة على حكومات ما بعد الثورة وعلى حكومة الببلاوي أيضا، لكنه فاجأنا بهذا الأمر أنه حكومة الببلاوي هي أكثر حكومة واجهت صعوبات ومشاكل كثيرة جدا، لأنه كم الاحتجاجات والمظاهرات التي حدثت في مصر بعد 30 يونيو كم رهيب جدا جدا، ويعطل مسيرة أي بلد في العالم لو كانت حتى أمريكا أو أي دولة أوروبية كبرى. لأنه في إحصائية بتقول أنه كل مصر تتعرض كل ساعتين لثلاث مظاهرات أو احتجاجات مختلفة، يعني كل ساعتين، يعني في اليوم 72 مظاهرة أو احتجاج على مدى الشهور الأربعة الماضية. هذه طبعا مسألة صعبة جدا. لكن ال 100 يوم اللي موجودة فيها حكومة الببلاوي حدثت بها أعمال إرهابية غير ال 100 يوم يعني بقول لك يعني يمكن أن تضرب النسبة في 10 مثلا. نعم. وما هذا حكومة الببلاوي ما زالت صامدة وما زالت تحاول. بدأ في يحصل نوع من التحرك ما بشكل جيد في جانب السياحة، يعني بدأت الوفود تجيء رغم الحالة الأمنية، وده نتيجة جهد أيضا. المشروعات بتتحرك، المواطن يعني رغم صعوبة المسألة لكن أرضه لا يشعر بوطأة هذا الأمر. يعني هذا الأمر لو أن هناك حكومة فاشلة فشلا ذريعا ما حدش كان يقدر يتحمل ما يحدث في مصر يعني. فهي هذه الحكومة أفرادها بيعملون الحقيقة، أو عدد كبير منهم بيعمل بشكل جاد، وعلى رأسهم الببلاوي نفسه. نتمنى طبعا انه يكون اكثر جديه طبعا في الايام القادمه يعني ان شاء الله. وهل ايضا يعني هذا يعني انها افضل ايضا نتيجه للمساعدات العربيه المقدمه من الشرق العرب الامارات الكويت السعوديه؟ طبعا. والى اي مدى يعني ساهمت هذه المساعدات؟ هل هي التي ساهمت بشكل اكبر في يعني تحسين او عدم تدهور الوضع الاقتصادي بشكل اكبر؟ بالضبط، المساعدات العربيه للاشقاء العرب ساهمت في تحسين المناخ الاقتصادي في مصر، واثروا على المواطن المصري البسيط من ناحيه، واوقفت نزيف الخسائر اليوميه المستمره من ناحيه اخرى. وده يرجع الى ان الحكومه استطاعت ان يعني تشغل هذه الاموال بشكل جيد، استطاعت انها توظف هذه الاموال بشكل جيد في 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 فيما يساعد المواطن على الحياه بشكل يعني مقبول. اذا الحكومه نجحت في هذا، ولكن طبعا يجب ان نعرف ان المساله لم تستمر بالمساعدات. نعم. يعني مصر لم تستمر هكذا بالمساعدات، لذلك فمطلوب من الجميع بقى الان سواء الاخوان او غيرهم ان يزوروا للجانب المهم في الصوره، وهو ان المواطن يحتاج الجميع يعني. ولهذا طبعا الدكتور زياد باهي الدين حينما يتحدث عن المصالحه، انا اتصور انه هذا الرجل رجل وطني بالدرجه الاولى، يتعرض لهذا الرجل لانتقادات شديده من فنون عصر مبارك باعتبار انه يعني لا مصالحه مع الاخوان والدماء وهكذا وهكذا.
هو بيتعرض لهجوم لانه رجل ثوري. لكن انا اتصور انه مصر تحتاج الى كل جهد يصب في مساله ايقاف هذا النزيف اليومي المستمر. وحكومه البوبلاوي بها رجال ثوريين ورجال وطنيين زي الدكتور حسام عيسى والدكتور زياد بادير وحازم البوبلاوي نفسه، اتصور ان عليهم دور مهم جدا في المرحله القادمه ان شاء الله. من الصفحتين 80 والحادية والثمانين لمجله الاذاعه والتلفزيون نطالع ايضا حوارا مع الاديب الكبير صبري موسى ونقرا: طردوه من المستشفى قبل استكمال علاجه، فأين وزارة الثقافة واتحاد الكتاب؟ صبري موسى: سأفضح كل من سرقوني، السيسي أنقذ مصر من احتلالها بالإرهاب، الإخوان لا يتعلمون ولا قدرة لهم إلا على الانتحار. طبعا نعرف تفاصيل أكثر حول هذا الحوار. للتذكرة، صبري موسى أديب مصري.